بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، معكم أخوكم منصف. موضوع مهم جدا وموضوع يتجاهلو بزاف من المربيين. خاوتي كاينين عدة طيور ولا عدة إناث تلقاها ما تبنيش العش الماكسيموم. شو كيف تبنيه عاود بنيتها تبقى معولة على الطابي اللي كاين. هنا كيفقصو طيور مثلا يكونوا عندك زوج، العش يكون واسع عليهم بزاف يتعبها، وبكره انا روماركيو ما يقدرش يوقف، تلقى ديما طايح على ظهره، وتلقى يكون عندنا صعوبه حنا باش ناكلوه، وعندها صعوبه ثاني الانثى ثاني باش تسيطر عليه، راهو يتعبها حتى يتعبها بزاف ما فيها والو. كي تعاود تبريباري له العش تاعو كيزاد مثلا، ها هادو واسع عليهم بزاف، تعاود تخدم له عش، عش عادي، تجيب الشعرة تاعك، تعطيك طريقة مليحة كيفاه تبنيها، تكون تعكم الشعرة تاعك، دير لها هاك، تكعبرها هكذا، تحطها في نص العش، هاكا في نص العش، تتكى عليها. ومن بعد تحكم بزوج صوابع ولا بثلاثة ولا في النص، ودير عملية التكوير. عملية التكوير هذه في اللغة العربية واسمها عملية التكوير. كور الرجل شاشة، كور الرجل شاشة، راح تجيبو بطريقة تشبه طريقة تاع الأنثى، ومع بالطريقة هذه تدور هذيك الشعرة، تخلي الأنثى كي تحضن شوية تجي مصرح مصرح. أما الزيادات هادو اللي يجيو على الأطراف ماناش راح نجيبهم كيما تجيبهم من الأنثى، الزيادات هادو تستعمل المقص. لانه هذوك الزيادات اول حاجه راح يبروفوكي الانثى ويبروفوكي الذكر باش يعاودوا يبنيو على الشخلاف، والطياره مازالوا صغار. وكان نعيد الدور، كاين اللي يستعمل يعاود يستعمل عش ضيق، فز في رختك تعاود تنقلهم. هذه هي الطريقة خاوتي، هذه الأنثى راني بدلت لها العش تاعها اللي كنت نعت فيه في الفيديو، وهذه أنثى ثانية. دوك تعاود تشوف مع العش ومن بعد تعاود تدخل له. نتمنى أني فدت واستفدت وصحة فطوركم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.